اسمح لي يا حبيبي يا رسول الله ان اقف امام بابك وشخص الداء واصف الدواء. ما اعظمك يا حبيب الله اذا شخصت الداء، وما ابرعك يا ابن عبد الله اذا وصفت الدواء. ايها الاخوه الاعزاء، مع الدرس 51 بعد 100 الثالثة انتقل بحضراتكم الى جامعة الشهداء ويسأل هذا السؤال الضخم: ما اسباب النصر وما اسباب الهزيمة؟ فإذا ما عرفنا أسباب النصر عملنا بها، وإذا ما اتضحت لنا أسباب الهزيمة طرقناها وأغلقنا الأبواب أبوابها. أما أسباب النصر في المعارك فعقيدة راسخة ومعنويات عالية ومعرفة بفنون القتال. وأما أسباب هزائم المجتمعات فإنها مرة ولا بد أن نعرفها لنشخص داءها ونصف دواءها. أسباب الهزيمة ثلاثة: انحلال اجتماعي وتفسخ اخلاقي وضعف الواقع الديني. اسباب النصر ثلاثه: عقيده مراقبه، راسخة ومعنويات عالية ومعرفة بفنون القتال. أسباب الهزيمة ثلاثة: انحلال اجتماعي وتفسخ أخلاقي وضعف الوافع الديني. وتعالوا معي، تعالوا معي لنشاهد اليوم معركة من معارك المسلمين الأوائل. أيها السادة الأعزاء، أما المكان فعلى أرض الروم، واما الزمان ففي ايام الخلافة الصديقية في ايام ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكلنا يعلم من هو ابو بكر. ابو بكر كما روى الرواة ان ملكا من ملائكة الرحمن المقربين سأل الله شيئا. قال الملك: يا رب اعطني 100,000 جناح واعطني في كل جناح قوة 100,000 ملك، واعطني زمانا يبلغ 100,000 عام. قال له الله وهو العليم بكل شيء: لما كل هذا؟ قال الملك:
ليطوف حول عرشه. فاعطاه الله ما طلب. اعطاه 100,000 جناح. وفي كل جناح قوة 100,000 ملك. وطاف الملك بهذه الاجنحة 100,000 عام. ولكنه وجد نفسه امام جنة المأوى وما قطع من العرش شيئا، فظل يبكي ويبكي ويقول ليتني ما سألت الله هذا. فقالت له احدى حوريات الجنة: ما يبكيك في دار الجنان ايها الملك؟ فقص عليها ما قص. فقالت له الحورية: اتدري كم قطعت؟ قال لها: لا. قالت له الحورية: والله ما قطعت الا جزءا من 100,000 جزء من نصيب ابي بكر الصديق في الجنة. ماذا حدث؟ ان الذي حدث عجيب ورهيب. تولى ابو بكر الخلافة بعد ان لحق الحبيب بالرفيق الاعلى، وظل خليفة 30 شهرا كانت عند الله خيرا من 30 قبلا. وكان على حدود دولة الاسلام امبراطورية الروم تهدد الحدود الشمالية لدولة الاسلام، كما ان دولة الفرس وهي تمثل المعسكر الشرقي في زماننا هذا تحاول ان تلحد في دين الله وتدمر المدينة على ساكنيها. فماذا يفعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه؟ ايرسل الى امريكا مستنجدا: الكفر كله ملة واحدة. ايرسل الى الصين طالبا مددها: الكفر كله ملة واحدة. ايرسل الى روسيا مقبلا يديها: العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. اذا ماذا يفعل الصديق وقد جهز 11 جيشا يقاتل المرتدين ومانع الزكاة؟ الى من يرسل؟ الى من يرسل؟ الى المستر هرق ام الى المسيح كسرى؟ لا هذا ولا ذاك، انما ضغط على ارقام تليفون. هذا التليفون لا يوصل الا الى واحد، لان التليفون رقم واحد مكتوب عليه: واذا سالك عبادي عني فاني قريب. قريب قريب يا الله يا الله يا الله للمسلمين، مسلمون اعتمدوا على غيره. من اعتمد على ماله قلب،
ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على جاهه زل، ومن اعتمد على الناس من، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا من ولا زل ولا اختل. اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. خالد بن الوليد لواء الاسلام وسيف الله هناك مشغول بضرب الجبهة الفارسية. لواء الاسلام يزيد بن ابي سفيان وابو عبيدة عامر بن الجراح وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسن، الالوية الاربعة مشغولون بمناوشة الروم لينهكوا قواهم، وهي ما نسميها بحرب استنزاف، لكن الانباء فرامت من المخابرات العامة الاسلامية ومن المخابرات العسكرية الاسلامية، ترامت الى خليفة رسول الله ابي بكر بمدينة النبي بعاصمة الخلافة الرشيدة، ان هرقل عظيم الروم قد جمع 240,000 للهجوم على المدينة. 240,000 جمع 240,000 240,000 ربع مليون جندي جهدها هرقل. الى اين؟ الى مدينة المصطفى. ولم تكن جراح الجيش الاسلامي قد التأمت، فما زال نزيف الدم مخضارا ومضرارا ومكثارا، لكن الشهادة كانت عندهم احب من الماء البارد في ليلة صيف قائطة. ابو بكر لم يغلق باب الجهاد حتى لقي الله، وحساب الذين حطموا الشعوب وفتحوا امامها ابواب الملذات والشهوات حسابهم على الله عسير، فلم يبقى بين تحت روسيا وحدود ايران الا 30 كيلو مترا، وبعدها تعزل افغانستان عن العالم. فما رد الفعل؟ سلبيات قاسية، سلبيات وفرقة. وباكستان وايران وهما الجارتان العزيزتان لافغانستان تقفان موقف المتفرج على مباريات الكرة. لماذا لا يدخلان؟ لماذا لا يدخلان وقد اجمع ائمة الاسلام ان قدم العدو اذا وطئت شبرا من ارض المسلمين وجب على المسلمين رجالا ونساء وكبارا وشيوخا واطفالا ان يهبوا للقتال في سبيل الله، حتى قال الفقهاء ان الزوجة تخرج مجاهدة بدون اذن زوجها، وان العبد يخرج مجاهدا بدون اذن سيده. فلماذا تجمدت اقدامنا؟
لماذا تجمدت اقدامنا واوشك القضاء ان يملأ ساحة افغانستان واوشك كف القضاء ان يملأ كأس العمر هناك والمسلمون في مشارق الارض ومغاربها كل حزب بما لديهم فرحون يظنون ان روسيا ستجاملهم لا ان روسيا نصبت الصواريخ الموجهة في اليمن الجنوبية تقصد بذلك ضرب اقوى موقع وضرب ابعد موقع في المملكة السعودية والمملكة السعودية تصرح ان ليس عندها جيش يقوى على الدفاع حتى لو هجمت العراق وحدها او اليمن وحدها. ماذا بهذا؟ ماذا بهذا؟ تعالوا الى سيرة اجدادنا وابطالنا. ان جيش هرقل استعد لغزو مدينة المصطفى لكن المدينة فيها اسد عصور ليس في المدينة حملان ليس في المدينة حمل وديع ان في المدينة اسدا رئبالا يزنجر زنجرة الطواغم في بطون العرب ان في المدينة اسدا اسمه ابو بكر. فماذا يفعل؟ ايستسلم لهرقل؟ ايطأطئ الرأس لغير الله؟ ايعقد مع هرقل صلحا؟ ايعقد مع هرقل هدنة؟ لا، انه لا يملك الرزق والروح الا الله، لا يملك الرزق والروح الا الله. يا صاحب الهم ان الهم منفرج ابشر بخير فان الفارج الله. اليأس يقطع احيانا بصاحبه لا تيأسن فان الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فان الصانع الله. اذا بليت فثق بالله وارض به ان الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من احد فحسبك الله في كل لك الله. وحد الله. ايستسلم الصديق؟ لا. وكيف وهو صاحب الرسول في الغار؟ لقد ارسل امرا عاجلا الى قائد حملة المسلمين على القدس. ارسل امرا عاجلا الى خالد بن الوليد. وما ادراك ما خالد؟ اسم ملأ كل مكان واستغنى عن التعريف بابن فلان. خالد قال عنه الخليفة الصديق والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. والله لأنسين الروم
وساوس الشيطان. لخالد بن الوليد. ووصل الانذار الى خالد بعد ان ضرب الجبهة الفارسية ضربة قصمت صقار عظمها ووضع رجله على ارض الامينة. فاستخلف خالد لواء الاسلام المثنى ابن حارثة وتوجه على رأس 10,000 موحد. لكن كيف يصل من بلاد الفرس الى بلاد الروم؟ وما هو الطريق؟ وكيف الوصول الى جيش المسلمين في بلاد الروم؟ اتدرون ماذا صنع خالد؟ خالد الذي قال عنه ابو بكر الصديق عجزت النساء ان يلدن مثل خالد. لم يكن معه صهاريج يملوها ماء، فماذا يصنع اذا عطش الجيش في الطريق؟ ان خالدا اختار طريقا صحراويا وعرا، عطش الابل عطش الجمال، فلما اشتد عطشها عرضها على الماء فملأت اكراشها وقال اذا عطشنا في الطريق ذبحنا الجمل فشربنا ما في جوفه من الماء واكلنا لحمه. جعل من الجمال امدادات تموينية الهية، عقل نير وعبقرية فذة وفكر صائب ورأي ثاقب وفهم عميق وقلب ثابت ثابت ثابت. وصار الجيش اخترق طريقا صحراويا من مدينة الحيرة الى دومة الجندل الى مدينة القراقرة الى قرية سورة، حيث اخترق الخطوط الخلفية لجيش هرقل، ثم التحق باخوانه الاربعة على ارض الروم وعلى مقربة من اليرموك في مكان اسمه اجناتين على نهر اليرموك. التقى خالد باركان حرب الجيش الاسلام، لواء الاسلام يزيد بن ابي سفيان، لواء الاسلام ابو عبيدة عامر بن الجراح، لواء الاسلام عمرو بن العاص، لواء الاسلام شرحبيل بن حسنة. وعقد خالد جلسة طارئة في غرفة العمليات العسكرية، قال فيها لاخوانه ان عدد العدو 240,000 وعدد جنودنا لا يزيد على 40,000. ست عدد العدو 1/6 من عدد الاعداء، لكن الاسلام لا يؤمن بالكثرة لان الاسلام يؤمن بالواحد. الكثرة قد تكون عبئا ثقيلا على كاهل الجيش، ولقد رأينا في الحرب العالمية الثانية ان جيش ايطاليا لم تكن معنوياته عالية على الرغم من كثرة عدده
ولذلك كان الخلفاء يعتبرون المناطق التي يرابط فيها جيش موسوليني كانوا يعتبرونها فراغا عسكريا، لكن كل واحد من الذين مع خالد لو وقف على وجه الارض لتزلزلت تحت قدميه الارض. لماذا؟ لانه يحمل قرآن. ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ماذا تريد يا خالد؟ قال للألوية الاربعة: لا بد ان نحارب العدو على تعبئة علمية قوية. سأقسم إمارة الجيش على 5 أيام، كل واحد يتولى قيادة الجيش يوما. ولكن اسمحوا لي ان اكون انا صاحب اليوم الاول. خالد طوق اعظم امبراطوريتين، طوق المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. طوق المعسكر الشرقي متمثلا في بلاد فارس، والمعسكر الغربي متمثلا في قوات الروم. طوقها بذراعيه في مدة 13 شهرا. ولذلك كان مارشال الجو الالماني هيندنبرغ كان يقول ان خالد ابن الوليد هو استاذ السرعه في الحرب. هكذا قال مارشال الجو الالماني هيندنبرغ: ان خالد ابن الوليد هو استاذ السرعه في الحرب. اعطوني اليوم الاول. فاعطوه. فماذا صنع خالد؟ قسم الجيش الى 38 كثيبة، جعل القلب مكونا من 18 كثيبة، على رأسها لواء الاسلام ابو عبيدة عامر بن الجراح، وجعل الميمنة 10 كتائب، على رأسها لواء الاسلام عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة، وجعل الميسرة 10 كتائب، على رأسها لواء الاسلام يزيد بن ابي سفيان، واصدر قرارا يوميا بتولية ابي الدرداء القضاء العسكري الميداني، واصدر قرارا اخر بتولية ابي سفيان التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، ورسم خطة لم تزل كليات العالم شرقه وغربه يدرسون هذه الخطة يوم اليرموك. اي الله، باتوا في صلاة وباتوا في قرآن وباتوا في ذكر لله الواحد الجلال. لم يبيتوا على خم ولم يبيتوا مع نساء
ولم يكن في الدبابات يومها صور النساء العاريات، لم يكن على الاكتاف نياشين، ولم يكن على الصدور اوسمة، ولم يكن هناك تنفيذ، ولم يكن خالد في الصراحة، انما كان في الصفوف الاولى، كان في الصفوف الاولى، ليس امامه احد الا الله، الا الله، الا الله. وطلع النهار، طلع نهار المعركة، فأمر خالد قائد كل كتيبة أن يصلي بكتيبته الفجر. جربوا الله مرة، جربوا الله يا مسلمون مرة، جربتم أشياء فدفعت بكم الى حبيب الغبراء، وجربتم امريكا فدفعت بكم الى غياهب الظلمات، جربت الترى فحلت الاخلاق وضيعت الارزاق، الا تجربون الروح الواحد القهار مره؟ وصلى المسلمون الفجر، وفي اليوم 28 من شهر جماد الاولى اعلنت الجنة حالة الطوارئ، واعلنت النار حالة الطوارئ، اعلنت الجنة حالة الطوارئ، فاستعدت بسندسها واستبرقها وحور عينها واشجارها وانهارها، استعدادا لاستقبال ارواح الشهداء، واعلنت النار حالة الطوارئ بنارها وسعيرها وسلاسلها وزقومها وضريعها وغساقها وغسلينها وحياتها وعقاربها وزقومها، لتستقبل ارواح اعداء الله. هكذا هكذا ودارت رحى الحرب، وحمل المسلمون على الروم حملة سابقة، فصلوا فيها بين الفرسان والمشاة، واذا بفرسان الروم تقتحم الخطوط الامامية لجيش الاسلام، ففتح المسلمون لها المجال، وكان خالد قد اعد لها قوة احتياطية من فرسانه، فالتقت فرسان المسلمين بفرسان الكافرين فدمرتها، وعندئذ كانت اسود خالد وعلى رأسهم خالد ينقضون كالنسور الغاضبة على مشاة الروم، فمن لم تأكله السيوف وقع في الخندق الذي أعده الله رب العالمين، وظل القتال طول الليل والنهار 24 ساعة، 24 ساعة. أتدرون ماذا كان الروم يصنعون؟ كانوا جبناء والكافر جبان، كانوا يفرون
من امام المسلمين كما تفر الارانب من الذئاب. ولذلك كان بعضهم يرضف بعضا بالثلاث، فكانوا خمسة في سلسلة، وكانوا كل سبعة في سلسلة، حتى اذا فر واحد سحب الاخرين وراعه. فكان خالد اذا ضرب واحدا جر وراءه خمسة، وجر وراءه ستة، فمن لم تأكله السيوف المسلمة اكله نهر اليرموك غريقا، واكله الخندق الذي خطط له مولانا من فوق العرش العظيم. استمرت المعركة يوما واحدا، قتل خالد من جيش الروم 200,000. قتلوا 200,000. وما انطلع فجر اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادى الاولى حتى كان خالد بن الوليد في خيمة قائد الروم، وكان يسمى البرنس تيودور. وكان تيودور هذا شقيق الامبراطور هرقل، اخوه هو الامبراطور، وكان اخوه هرقل في حمص ينتظر الانباء العسكرية على احر من الجب. تمر به الثواني كأنها ساعات، وتمر به الساعات كأنها ازمنة وقرون. اخذ ينتظر اخبار المعركة، ماذا فعل تيودور مع خالد بن الوليد، وماذا سيفعل هو مع ابي بكر الصديق، وما هي الا ساعات. استغفر الله بل شويعات، حتى كان تيودور، حتى كان قائدهم يفر هاربا الى اخيه في حمص. وكان خالد قد ارسل الى ابي بكر ينتجه ويذكره ويعلمه بنتيجة المعركة. يوم واحد 24 ساعة. كان خالد يصلي الفجر في خيمة تيودور شقيق هرقل الامبراطور العظيم، وقبل ان تصل اخبار المعركة الى الخليفة الصديق، وبينما البريد الحربي في طريقه الى ابي بكر، اتدرون اين كان ابو بكر ساعتها؟ كان بجوار الله رب العالمين. كان قد انتقل الى جوار الله بعدما ابلى بلاء حسنا ورفع راية الاسلام عالية. انه خالد، انه خالد استاذ الصراعات في الحرب، انه خالد الذي قال عنه الصديق عجزت النساء ان يلدن مثل خالد. انه خالد الذي قال عنه الصديق والله لانسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد.
وبعد معركة اليرموك أرملة انذارا حربيا شديد اللهجة الى كسرى عظيم الفرس وقال له يا كسرى اسلم تسلم وإلا فقد جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. فلما وقع الإنذار في يدي كسرى ارتعدت أعصابه وتفككت أوصاله وأرسل إلى إمبراطور الصين يطلب منه المدد والنجدة. فرد علي حاكم الصين قائله يا كسرى لا قبل لي بقوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. خالد خالد يا ابن الوليد يرحمك الله، أتدرون يوم مات خالد وجردت تركته كم قصرا ترك وكم مليونا أودعها في بنوك أمريكا؟ أتدرون يوم مات خالد كم عزة تركها لأولاده؟ أتدرون يوم مات خالد كم سيارة من طراز الشفرليه أو من طراز المرسيدس بن أو الداتسون أو الفيات أو الرزراين كم سيارة ترك؟ أتدرون يوم مات خالد فاقي عين الردة ومدمر الجبابرة ومؤدب القراصنة ومحطم الأكاسرة؟ أتدرون كم فدان انطرت؟ كم مزرعة للدواجن طرت؟ كم مزرعة للموالح طرت؟ إلا الإجابة على هذه الأسئلة إجابة تخشع لها القلوب. ولذلك أجدني في مسيس الحاجة إلى أن أعود بحضراتكم من هنالك إلى هناك ومن هناك إلى هنا. من هنالك حيث المدينة المنورة وتطلقها الى هناك حيث اليرموك وخالد الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وانك لعلى خلق عظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ادب الاعزاء انتقل بحضراتكم الان الى مدينة حمص حيث التقى هرقل بشقيقه تيوطور واخبره القائد بالهزيمة المنكرة. فانتقل هرقل الامبراطور الى مدينة انطاكية كبرى مدن الاقليم الشرقي وعقد اجتماعا صحفيا خطيرا. فتعالوا لنرى وقائع هذا الاجتماع. تعالوا. تجرع هرقل مرارة الهزيمة والتقى بصفوة قواته وسألهم سؤالا
من الذين يحاربونكم أبشر أم ملائكة؟ اسمعوا الإجابة. هرقل يسأل صفوة القواد، من الذين يحاربونكم أبشر أم ملائكة؟ قال له احد القوات: اسمح لي سيدي ان اجيب بصراحة؟ قال له: اجب. قال له: ان الذين يحاربون ما بشر لكنهم ليسوا كالبشر. قال له هرقل: وكيف؟ قال له: ايها الامبراطور العظيم، انهم يقومون الليل ويصومون النهار، اذا جل الليل سمعت لهم دويا بالقرآن كدوي النحل، فاذا ما اشرقت الشمس فانهم وسود فرسان. يصومون ويصلون ونحن لا نصوم ولا نصلي، لا يشربون الخمر ونحن يا سيدي نشربها، لا يأتون الفواحش ونحن يا هرقل نأتيها. ما من واحد منهم الا ويتمنى ان يموت قبل صاحبه، وما من واحد منا الا ويتمنى ان يموت صاحبه قبله. يحملون علينا فيصدقون، ونحن نحمل عليهم فيصبرون. اما نحن اذا حملوا علينا فلا نصدق ولا نصبر. يحملون علينا فيصدقون، ونحمل عليهم فيصبرون. اما نحن فلا صدق ولا صبر. فماذا قال هرقل بعد ان رفع اليه ذلك القائد هذا التقرير العسكري الخطير؟ قال هرقل: لئن كانوا كما قلت فوالله ليملكن موضع قدمي هاتين. وصدق هرقل. ما هي الا ايام حتى جاء الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، ووقف هرقل في سوريا يقول: سلام عليك يا سوريا سلاما لا لقاء بعده. ودخل الشمس الامبراطورية الرومانية في مجال الكسوف، اما شمس الاسلام فظلت بابقة تملأ الارض ضياء وبهاء وسنا وسناء وسناء. هؤلاء رجال، هؤلاء رجال، والرجال قليل. هؤلاء رجال ما عرفوا طعم الخمر وما ذاقوا طعم السنا، وما عرفوا للخيانة معنى. رجال نظفت عيونهم وآذانهم وألسنتهم وأيديهم وأثوابهم وقلوبهم، عرفوا الله فعرفهم الله، خافوا الله فخوف الله منهم كل شيء. فكيف اصبح حالك؟
خلق من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. اتى في شديد وانا استمع الى اذاعة دمشق استغفر الله وانا استمع الى اذاعة البعث العلوي الباطني النصيري. اتى في شديد عندما ينطلق صوت المذيع فض الله فاه يسمي المجاهدين في افغانستان بالارهابيين. المجاهد اصبح في عرف البعث السوري ارهابيا. واصبح المعتدي وهو روسيا الشيوعية الملحدة النجسة الدنسة القذرة. اصبح الشيوعي مصلحا اجتماعيا واصبح المجاهد المسلم في لغة البعث العلوي ارهابيا. اتدرون ماذا كان يقول لينين؟ اتدرون ماذا كان يقول لينين الزعيم السامي بعد مركز بالشيوعية؟ كان يقول اذا افنيت ثلاثة ارباع العالم فهذا امر لا يهمني، انما الذي يهمني ان يبقى الرب الباقي شيوعيا. هكذا قال لينين. اسفي شديد اسفي شديد على ما تذيعه اذاعة البعث. المجاهدون ارهابيون ارهابيون، والذين باعوا المرتفعات السورية باعوها بنصف مليار دولار، 500 مليون دولار. بيعت هضبة الجولان وقبض ثمنها، وحافظ الاسد اول من يقر بهذا سواء راضيا ام مكرها. الخيانة تسمي الجهاد ارهابا. اليس هذا من قلب الحقائق وعكس القيم؟ اليس هذا من ظلم القضايا والمعاني والوقائع؟ واستمع الى اذاعة ليبيا فاجد حاكمها الامام القذافي يخطب ويقول ان المسلمين يقدسون محمدا كما عبد في النصارى المسيح ابن مريم. ثم اراد ان يدلل على كلامه السخيف فقال انني عندما ذكرت الله امامكم لم يكن احد منكم سبحانه وتعالى، ولما ذكرت محمدا امامكم صحتم جميعا قائلين صلى الله عليه وسلم. فلماذا لم تذكروا الله وذكرتم محمدا؟ اسمعتم جهلا افحش من هذا وحقدا اسود من هذا؟ العقيد يحقد على سيد الانبياء والمرسلين. يا سيادة العقيد، لن نكون في يوم من الايام مشركين، ولن نكون في يوم من الايام منحرفين،
اننا اذا احترمنا نبينا فان الله امرنا باحترامه وقال وتعزروه وتوقروه، واذا صلينا على نبينا فان الله قال لنا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، واذا صلينا على نبينا فقد ذكرنا الله في الصلاة على نبينا لاننا نقول صلى الله عليه وسلم، فعندما نصلي على الحبيب نذكر رب الحبيب. اسفي شديد اسفي شديد عندما ارى بأس المسلمين بينهم شديدة، احسبهم جميعا وقلوبهم شتى. عندما ارى ان اليمن الجنوبية قد ركبت صواريخها الموجهة بامر من روسيا، وعندما اسمع ازيز الطائرات الامريكية على منطقة الخليج، وهذا كله تظاهر ان حقيقة امريكا، فقد طالعتنا جريدة الاهرام بخط عريض تحدثنا عما قالت امريكا. ماذا قالت؟ قالت امريكا في واشنطن ان الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للقوات العسكرية السوفيتية ان تتحرك خارج افغانستان، لانهم يقولون للروس يكفيكم افغانستان. وعندنا جريدة الاهرام بخط عريض تحدثنا عما قالت امريكا. ماذا قالت؟ قالت امريكا في واشنطن ان الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للقوات العسكرية السوفيتية ان تتحرك خارج افغانستان، لانهم يقولون للروس يكفيكم افغانستان، خذوها هنيئا مريئا. اما بعد ذلك فلنا جلسة ان اخذتم افغانستان حتى نقسم غنائم اخرى بيننا وبينكم. الاندير غاندي الملحدة بنت نهر الملحد عبدة البقر ارسلت الى روسيا تقول لها اذا قطعت الولايات المتحدة القمح عنك سأقوم على بإمدادك بالقمح، وقد وضعنا أيدينا في يديها وباركنا توليتها وأرسلنا إليها مهنئين ومباركين. الحق أقول لكم إننا ما وضعنا يدنا في يد نظيفة أبدا. نهر مرة، أندير مرة، شوينواي مرة، نكرومة مرة، الشهيد لومومبا، سمينا لومومبا شهيد فاتريس لومومبا، المارشال تيتو اكبر صنفار عالمي، اكبر صنفار سياسي عالمي. ما وضعنا ايدينا في يد النظيفة. الولايات المتحدة تؤكد لبنت نهر انها اذا زودت باكستان بالسلاح فانما تزودها باسلحة دفاعية لا هجومية، فيا بنت نهر لا تخافي ولا تحزني، فنحن نحافظ عليك وعلى دولك، نحافظ كل المحافظة. ايها السادة، ان الولايات المتحدة لن تعمل لنا شيئا، ان الذي سينصرنا ويكون معنا دائما هو الله
الله، هو الذي ينصر المؤمنين. اما امريكا لو كان عندها قوة فلماذا تركت روسيا تعرض في عرصات الارض؟ وعد بشديد